يا مهلوكي الفقر، انا قدمت الفريا العامين وانا كاع اش عندي انايا والو ما فيش انا دلاكارت من حي ما باقي في هذه البلاد ما عندي ما ندير فيها ولا بغيت يجيونا للحبس يدونا انا وامي وبا يجيونا ناكلوا تما ونعيشوا عزة مكرم. يعدي خويا سيرنا حنا على والدينا، حنا ما بغينا والو. عندي انا التلقيح ديالي ها هو نوريه قدام الامام الواقع، ها هو القيح. دخلونا قادتو لنا داكشي الوريقات وهداكشي الامور ديالنا. ما يمكنش ليا والدي نخليهم في السيفيل، خصهم تاهما يمشيو معايا. ولاو الناس اخويا تعرفوني، ولكن وليت بحال شي مجرم في الميد زداد واتلقوه وباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخويا كنت انا هي مشيت عند واحد الصديق تما، تغديت معاه بالحوت عرض عليا وهداك الشيء، وكنت ديز من تما تلقيت واحد المظاهره تما ديز، لقيتها وحده بوسطه كيليز، وانا نزلت هذاك الدري صاحبي بالموتور ما عرفت فين نجلوق عليا، بقيت انايا ومتخشيت وسطهم يطريت انا باش نوصل للناس وداك الشيء فهمتيني. دزت من تما خويا لقيت الناس تما تخشيت معاهم، لقيت الصحافه وداك الشيء كثار واحد شويه، لقيت واحد المراه تهضر ما عرفت انا علاش تهضر واحد شويه، ومين واحد الصحفي قال لي اش بتقول شي حاجه، قلت له اخويا حنا راه مكرفسين في هذه البلاد وما خدامش وهذا ومن المعاناة وسميتو، ويقول لي دابا راه حنا عرفتينا علاش تنهضروا وهذا، قلت له حتى انا راه ما عرفت والو نهضر فهمتيني، بنوصل الميساج للحكومه. وانا كان عندي واحد المشكل، كنت خدام في كيليز كنت كاري واحد الباركينغ وهذاك الشيء، ودونك فاش جات هذيك جا داك لاي كلود هذيك كورونا جات وحنا نوقفوا، كانت عندي واحد البركه باش تنكري واحد 2.5 مليون كلتها في هذيك كورونا، كلتها انا والديا معنا محسك، حتى حنا ماشي شي وحدين الغناضر محسكين، بنادم اللي يشوف المظاهر يشوف الحوايج وشي حاجه ويقول هذا راه سميتو تيضحك على الناس، انا خورا لا اله الا الله محمد رسول الله. لقيت هذوك داك الكاري هذوك القنيه مشات لي هذيك البركه، هذوك الناس عفاش عاود رجعت عندهم وتلقات القضيه قال لك لا تسبقنا في فودافونس واحد 2 ملايين هي الاولى، يعني الا بغيتي القنت، انا ما بقاش عندي باش نسبق لهم، ما بغيتش حتى يخدموني عندهم بشي 1600 ولا 60 درهم، ما كاينش يقول لك كرينا لواحد السيد اخر هذاك اللي كراو ليه جيب مع خدامه ديالو، فهمتي الفيلم؟ ما يمكنش لي انايا يخدمني هو ويخلي عائلته وهذاك الشيء. يا اخويا انا راه مدمر، راه مدمر عامين هادي، انا راه 4000 تنشوف فيها في التلفازه، ما عندي مول الحلاق تيتسالني، مول الحمام تيتسالى، غرقت كريدي، انا راه لا اله الا الله، راه ما واش بنقول لك اخويا راه وصلت فيا اللحظه. هذاك الشيء علاش خرجت نهضر انا بعصوب داك الشيء اللي فيا لداخل بغيت نخرجه، يعني انا الساعه كون كاع قتلوني ما عنديش المشكل، ماشي لخاطري، وانا راه ملقح الحمد لله ضرب الاولى وضرب الثانيه. انا ماشي ضد التلقيح، اي باش الناس ما يكونوا، انا راه دوك الجمهور اللي كانوا تيهضر حتى هو يعني بلا ما يرفد عليا شي نظره خايبه سميتو، انا راه ملقح، انا ماشي ضد التلقيح، انا ضد هذاك الزيت والدقيق وهذاك الشيء اللي غالي اخويا، والكرع والضو والماء وهذاك الشيء، انا هذا ولا ضده، وما تلقيح اخويا راه عندي انا التلقيح ديالي وهو نوريه قدام الامام الواقع، ها هو وملقع ضرب الاولى والثانيه، والحمد لله. وتنشكر هذا المرمر، تنشكر الامن ذاك النهار تعامل معنا واحد المعامله زينه صراحه الله، داك الشيء اللي كاين نقوله حتى انا ما تنخاف من حتى شي واحد. دخلونا قادتو لنا داكشي الوريقات وهداكشي الامور ديالنا، مسطره عاديه وهداكشي، قادتو لنا داكشي وجابوا لنا كاع الله الا واحد السيده ما خصنيش نذكرها جات تاهي مقبوضه وجبدات 200 درهم صيفط الماء وداكشي وقول لها ردي فلوسك دابا نجيب لكم حنا الماء، وجاب لنا 16 قرعات الماء فهمتيني، وجاب باكيت الكاروت يقول لهم بغيتي كميو هنا ولا شي حاجه، الصراحه الله شنو نقول لهم، واحد السيد سميتو الحاج في سونترال ما خصنيش نذكرو كاع الله يجازيه بخير، وتيتعامل معنا بحال ولادي وتيقول لنا ودي راه يقعدوا راه ما يكون غير الخير وهذا، وداك الشيء داز زوين الحمد لله، وكل شيء خرج كل شيء ناشط وهذا، وتنهضرو حنا دابا على المعيشه وهذاك الشيء، داك الشيء راه داز زوين، وتنتمنى من الله وتنتمنى من الدوله تساعدنا وبينا نخدموا، راه ما لقيناش الخدمه، واللي عنده شي خدمه ولا شي حاجه لشي شركه ولا شي حاجه يعاوننا، راه كاين الدراري عندهم 4 البيرميات وما خدامين. اخويا اللي قال لك ما بغاش يخدم، واش اللي قال لك بغيتي تخدم؟ انا تنتحدى اي واحد تيقول لك الشباب ما بغاش يخدم وعنده هو الخدمه ويجيبنا نخدموا معاه، نعود حنا نسيقوا الهضره كل صباح،
يعدي خويا سيرنا حنا على والدينا، حنا ما بغينا والو، حنا المهم الله غادي تنجريو حنا على قبل الوالدين. هذاك الشيء علاش انا داك النهار تعصبت وقلت انا ديو معايا انا والدي للحبس، حيت ما يمكنش ليا والدي نخليهم في السيفيل خصهم حتى هما يمشيو معايا، ما كاين لمن نخليهم اخويا في هذه البلاد. انا اللي تنصير انا وراس الحربه، كنت هزهم في الرفاعيه وداك الشيء، ولكن اخويا راه الوقت اوقفات عند الناس كاع، كانوا تيهرسوا القرقع ووقفوا الله يدير شي داول تاع الخير. ايه ولاو الناس اخويا تعرفوني، ولكن وليت بحال شي مجرم في الماد زدا دا واتلقوا وباقي وغرق وهذا، وليت تيقبضني المخزن، وليت تمشبو حتى مع المخزن. النهار خرجت النهار الاخر غادي انا عدت فوق الموتور وقبضوني، قبض من عندي الجواز ولا كارت، ويقول لي واش انت اللي كنت ديال الفوضى البارح هذا، قلت له لا استاذ راه، هو يقول لي انت ورون ديني. يعني وليت انا وليت اخويا في الشوهه، وليت مشبوه وهذاك الشيء، وهذا الشيء اللي عطى الله اخويا تنتمناهم والله فرصة اخويا، تنتمنى من الله والناس المسؤولين وداك الشيء يديروا، ماشي تنهضرش انا على راسي، تنهضر على الشعب كامل، حيت الشعب كلهم ضرور، وما تنبغيش انا شي واحد يكون ضرور، فهمتيني؟ بغيت انا كل شيء يكون خدام وكل شيء بخير وعلى خير، وكل شيء يكون ناشط، وكل شيء يكون عنده وليدات، وكل شيء يكون فهمتيني في استطاعته. وتنتمناو من هاد المسؤولين يحاربوا هاد الدائره تاعت الفقر تاعت الكرا والرهانه، الناس مقهوره وراه ما عندنا باش نخلصوا لا كرا لا رهانه، لا اله الا الله محمد رسول الله. واش تنوصلوا لشي ناس؟ لكن كاينين الناس فيهم الايمان، وكاينين الناس رجال، وكاينين الناس زوينين وتيتعاملوا، وهذا الشيء راه لا اله الا الله. الله يجعل سيدي ربي يفرج علينا ويدير شي تاويل لهاد البلاد. هاد البلاد راه زوينه، احنا بغينا يبقى كي هاد البلاد. الله يكلود هو اللي خرج لنا تاع كورونا، كنا بخير وعلى خير اللهم لك الحمد، كنا تنخدموا في كيليس تنجيبوا معنا البركات. انا والدينا ناشطين، كنت بخير وعلى خير، كنت نشري سبريدي انا ب 40000، ما كانش عندي المشكل، ما تنعانيش من شي حاجه الحمد لله، صحيحتي كل شيء. ولكن فاش جا هاد الله يكلود وقفت، فهمتيني؟ وقفت اخويا، شتنا هاد الله يكلود، وشتنا حياتنا، وشت العائلات، ما بقات لا صله الرحم لا والو، كثرت هي الموت والمصائب والكوارث وصافي. هادشي اللي تنشوف اخويا، هذاك الفيديو تاع الملولي، كنت مشيت للروضه شتو تا هو داير الطجاع، تيقول لهم انا بنادم نقبضو. مشيت للروضه واحد الدري كان انتحر عندنا في الحومه، مشينا حنا اللي وجدنا ليه القبر وهذاك الشيء، ويقول لي الدري صاحبي، قال لي واش بتير شي فيديو هنا على هاد الناس اللي تنتحروا وهذا الشباب؟ قلت له نديرو، هو يقول لي الله هضر بقيت هضر، درت فيديو ديال هذوك الدراري اللي تنتحروا وداك الشيء، وجات لهم ميساج عاوتاني، هو يقول لي هضر على ذاك الملولي. جات هذيك الحجاجه، انا ما عرفت كاع اش تنقول، بركت عليه ها الملولي جي عندي ولعست في قبر، الله يدير الله يسمح لنا وصافي. راه باش تعرف راه لا اله واصل الله العظيم اخويا. اي اخويا انا مرحبا، واللي بغى يشوفني انا مستعد، والتواضع واي وعد نخلقوها معاه ونضحكوا معاه. انا ولد مراك زياده خلق مزيود في عينيتي، والقناه ديالي هي ولد الشحطه، وفيسبوك ادير فيه عبد الغفور برطال. وتنتمنى من الناس والمسؤولين، وانا راه الشباب بغيتهم يكونوا بخير وعلى خير، وبيت كل شيء يكون بخير وعلى خير، ما بغيتش واحد يكون مدمر. وتنعرف عائلات راه مكرفسين، وتنرى من دوك الناس اللي مكرفسين وهذاك الشيء، وتنتمنى من الله يكون داك الشيء زوين. والله العظيم ما وصل فينا العظم، واللي تيشوف الفيديوهات وهذا الشيء راه غادي ندير نمرتي في الصفحه وداك الشيء، ويتصل ويجي ويشوف هذيك العيشه فاش تنعيشوا. حنا عندنا هي بيت عايش فيها انا وامي وباراه، شكون اللي باقي عايش في بيت عباد الله 2021؟ هادي 2021 باقي بنادم عايش في بيته، مول الكرا تيجي تعرفك ما خدام وتيقول لك خلصني. انا راه ذاك النهار فاش دمرت راه هذاك مول الكرا جا قال لك خلصني، وانا 4 صفرة ما عنديش، والحلاق يمسلفوا، والحمام يمكريديه، وحق الله العظيم الا غارق. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، واللي يبي يتعاون معانا ويشوف لنا يخدم عندنا كتفنا باش نخدموا، الله يجازيكم بخير. شي خدمه تكون نقيه، ماشي يقول لي هو جايبني بدا يضرب من 6 الصباح حتى 7 الليل. خدمه نقيه ونشالي نمشي لانتريمان نجي ونكون دارنا بخير، وكنت انا عندي وليدات ونكون عندي هذا، ما نكونش مدمر حاجه. الناس اش مي السيليسين عندها الاولاد، حشومه هذا الشيء، الله يلا حشومه بالله، كنا حنا بصحتنا وبخير والشباب وضايعين. هذا الشيء راه الله يدير الله المستعان، الله يدير شي تاويل تاع خير. وتنشكر القناه اللي جات عندي وساندتني، والله يجازيهم بخير. وتنتحيه للامن الوطني هو اللي هزنا الدرابو ومأمننا، الله يجازيكم بخير وتحيه لكم وشكرا للجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.